مساء المحبة، مساء الأمل، مساء الهيل على كل مشاهدين قناة سامراء الفضائية. حلقة جديدة من برنامج برلمان المشاهير. هاي الفترة هواي نعبر للبصرة، البصرة الفيحاء، البصرة أم الطيب، أهلنا وناسنا، أجمل تحية لهم. اليوم وياي ضيف مشاكل جدا مع أصدقائه، وكثير من الناس أنه يتهموا أنه يتفق هاي الأشياء، لكن هذه يعني على ثقة تامة أنه هاي المقالب اللي يسويها والسكتشات اللي يعملها كل الجميلة وما متفق عليها، والناس كلش حابتها هاي الفترة. الحبيب والجميل أحمد البتشار، مساء الخير حبيبي مسلم الراقي، فدوى أروح لك، تحياتي لك، فدوى العمرك للكادر الحلو هذا المرتب، شكرا للضيافة، فدوى أروح لك، نورك هذا. كل خطوة هلا من البصرة لبغداد يا بعد قلبي، فدوى أروح لك حبيبي. سؤال أسأل مبدئيا قبل لا اسالك على اسمك وقبل لا كل شيء، الناس يتهموك انه انت يعني هذا تمثيل اتفاق. بابا انا عندي استعداد، تدري شنو؟ من قد ما شفت العالم فرحانه بالفيديوهات الجاي اقدمها، مستعد اكسر دار جماعتي على مود اشوف البسمه عليهم. انا جماعتي يتحملوني واتحملهم، حلو، هذا اتفاق حلو. تمام، هذا الاتفاق بالموضوع. مبدئيا اريد اعرف اسمك وعمرك. احمد سعيد عبد الامام، عمري 23 سنه. العمر كله يا رب. يا مواليد 98. 98 و انت ولادتك بصره بالاصل؟ بصره. اها كل الهلا بيك، نورنا ومشرفنا والله العظيم. فدوى اروح لك. واني جدا اشكرك انه تحملت عناء السفر وجيت للبرنامج. غالين انت، فدوى عمرك. الله يسلمك. عندي فقره استجواب، عندي مجموعه اسئله حاب اطرحها عليك وتجاوبنا عليهم. تمام، صار. السؤال الاول، يقال ان احمد البتشاري على خلاف كبير مع زين المحمداوي، وما سبب هذا الخلاف؟ انا زين المحمداوي صحيح عندي خلاف وياه بعيد عن الانستغرام، بس هواي اجاني هذا السؤال، فاليوم اريد اقول لك بعد بالموضوع حتى ارتاح بعد منها. وهذا هو شنو سبب الخلاف؟ زين المحمداوي انا يعني خلافي مو وياه، مو من الانستغرام، يعني هو قبلي بالانستغرام. موضوعنا على بنيه. نعم، على بنيه. فضل بنيه على صديقي. صديقك؟ صديقه انت يعني. فضل بنيه عليك؟ اي فضل بنيه علي. ها حقيقة أنا ما أعرف صحة هذا الموضوع، لأنه أنت تعرف حق الرد مكفول، لكن ما طالع هذا الموضوع للإعلام. ما طالع، أنا جاي أقول لك، أنا من أنا وجاي أصرح لك. زيوني أنا علاقتي وياه كلش حلوة، واليومك هذا ولهاي اللحظة أنا أحبه. وزيوني حاولت أوصل له ثلاث مرات، أربعة جيت له، كان بربيل رحت الأربيل، بغداد جيت للبغداد، يعني على موضوع ما يسوى، موضوع ما يسوى أبد. هو فضل ابني لو انت فضلت ابني؟ هو فضل ابني، انا مو يم ابني، انا متزوج مو يم ابني. تمام، تحياتنا زين المحمداوي. عندي سؤال يعني بشق زين المحمداوي. اغلب الناس يقولون انه كل المقالب اللي يطرحها زين المحمداوي افكار احمد البتشار، صح هذا الموضوع؟ اي نقدر نقول اي. اها اي يعني مو نقدر نقول اي، من عنده ومن عندي. ما اقول لك الافكار كلهم ملاته كان يسويهن، يعني انا وياه يعني مثلا الفيديو ما تجامع، لا شمرة الموبايل، الموبايل لا فكرته. ها اي واحد يحكي صدق فكرته. تمام، وراها سوينا ما تجامع فكرتي. طيب يعني اغلب الناس يقولون ان الموبايل انه مو حقيقي وكذا. لا لا حقيقي، وشغلناه قبل لا نذبه. لعشن البي هو ذباه، يعني انا يعني تفاجأت، هو كان يفكر بالفكرة ويقول لي اقول لك نقالك بيشي، يعني حاطه بباله يعني، ويظل يخطط قبل يوم. نوب شو مال، انا تفاجأت يعني صدق تأذيت بوقتها. حلو، فكرة الجامع؟ فكرة الجامع فكرتي. طيب هاي مو خسائر فلوس وكذا؟ الجامع شوف، الجامع مفطورة هي. تمام، وانا اريد ابدلها. حلو، وهي ترى كل العالم عبالها يعني الجامع سعرها غالي، وهي ترى هي 75,000. حلو، وانا 75,000 من اشوف عوائل فرحانة تروح ال 75,000. تمام، طيب احنا حق الرد مكفول لكل الاسماء اللي راح تطرح بالبرنامج، لكن احنا نتمنى انه ترجعون هاي الصداقه الحلوه وكذا امانه. زيونا طيب وانت ايضا طيب، بدي اروح لك ان شاء الله ترجع هاي الامور ان شاء الله ترجع. انا قلت لك ما عندي شيء وياه، بس هو لو ما هذا الموضوع، وانا قلت لك وراها اعتذرت منه، ماكو شخص ما يغلط، يجوز بذر مني غلط. نعم، انت صديقي ما يخالف كمل صداقتنا، يعني ما توقف الدنيا. فعلا زعل يصير طبعا، ليش يعني اعتذرت منك ورحت لك الاربيل ورحت البغداد، رجعت رجعك للبصرة، ما الولد قفل بعد. تحياتنا براحتك. تحياتنا زين. تحياتنا. طيب اليوم أحمد البتشار من تيم البصرة لو شنو؟ هذا الموضوع كلش هواي ناس سألت عليه. أنت اليوم وحدك لو من تيم التيم؟ وحدي. ليش؟ أنا وحدي. أنا بديت يعني زيوني هو عرف وجهي تقدر تقول.
بس ما يعني انا صعدت روحي يعني انا بوحدي انا كحساب والعالم عرفتني اكثر بالشارع وانعرفت يعني وحدي وتيم يعني البصره تيم البصره كلهم اخوتي ودز علي يعني اكثر من مره طريبيل قال لي تعالوا يانا بالتيم وهاي اها إيه بس عندي هذا السؤال راح اسالك اياه بعدين انت اليوم ما منتم التيم؟ لا ما منتم وحدك وراح تكمل وحدك؟ راح اكمل وحدي ان شاء الله واتشرف باي تيم يعني انا كلهم اخوتي ان شاء الله تمام تحياتنا لكل التيمات اكيد قبل فتره سمعت انه عندك خلاف ويا بيت رشق انحل هذا الخلاف لو بعده اخوتي ذول تحياتنا لبيت رشق اكيد اخوتنا واصدقائنا ويستحقون كل الحب والاحترام وزيوني كلهم اخوتي الله شاهد صار سوء تفاهم وانحل انحل انحل ماكو هسه شيء لا ماكو شيء اجمل تحيه لبيت رشق احمد انت مع ام ضد المشاهير المتزوجين وما يعلنون عن زواجهم شنو تقدم لهم رساله وانت اليوم متزوج ولا لا شوف انا مبدئيا متزوج متزوج تمام الله يوفقك يا رب اها انا زوجت اليوم نزه وجهه هاي افتخر بيها اكيد اليوم فخر انا متزوج مره اقدسها نعم ترى المره شنو تريد اهتمام اكيد الاهتمام الحب تقدم لها شنو تريد منك اكثر كل شيء ما تريد منك نعم بس الحب والاهتمام وتفتخر بها قدام العالم هذا اللي تريده فانا منفتخر بمرتي قدام العالم هذا الشيء راح يفرحها وانا يفرحني شخصيا اكيد صح لو مو صح اكيد يعني انا ما افتخر بها هي من يمها يعني صح تحز بنفسها صح بوجهة نظرك اللي ما يعلنون عن هذا الموضوع انا وايد اصدقائي ما عالني تمام ما اريد اوقعك بالخطا تمام اليوم لو قلت لك اقرب شخص لك من مشاهير بغداد شنو راح يكون جوابك مشاهير بغداد كلهم اصدقائي واحد بس انا لا يعني قبل يمه ليث الراشد اجمل تحيه ليث الراشد بعد روحي احمد اغلب الناس تتهمك انه اكثر المقالب اللي تسويها متفق عليها من قبل اصدقائك حصرا انا سالتك بالبدايه بس بين اصدقائك حصرا لا لا مو كلها متفق انا يجوز عندي مقطع مقطعين اي ما متفق بيهن بس البقيه لا ما متفق انا اسوي فجاه يعني اكثرهم يزعلون علي وبالقوه راضيهم تمام يقال ان هناك خلاف كبير بينك وبين حيدر سيتاو حيدر سيتاو ما عندي خلاف وياه بس هو يعني من النوع اللي زعل نعم يعني اذا ما صعدت ويا بث زعل ما وجه الصوره زعل انا قلت له انا علاقتي وياك بعيد عن الانستغرام اي وانا يعني انا سيتاو احبه ترى سيتاو احبه تحياتنا له نعم. بالفتره الاخيره كثير ناس قالوا الاقرباء لك قالوا انه يعني اصدقائك القريبين عفوا قالوا انه من نقعد بيناتنا يقول يحكي على حيدر سيتاو يقول حيدر يريد يصعد اكسبلور حيدر كذا حيدر كذا اكو صح على هذا الموضوع؟ لا حيدر سيتاو ترى اقدم مني نعم اقدم مني بهواي نعم إيه لا ماكو حكي مستحيل انا احكي على ولد قدام احد تمام تحياتنا احكي عليه بوحدي الحيدر سيتاو احمد هم يوم من الايام طريبيل دز عليك على مود تنتمي للتيم مالتهم؟ اي دز علي دز علي والتقينا واتفقنا ومره ثانيه هم قال لي انت وياي انا طريبيل شخصيا احبه يعني احبه يعني تيم البصره يعني تيم البصره تمثل محافظتك اكيد تحيه لطريبيل تحيه تيم البصره تحياتنا كلهم تيم البصره اليوم لو دز عليك تنتمي وياه؟ اي عادي اتشرف بي اها يعني اتشرف بي بس انا يعني حدا سوى ما سوى شيء يعني انا وحدي ترى واصل وهاي اها تمام تحياتنا لطريبيل اليوم بوجهه نظر احمد البتشاري المحتوى اللي جاي تقدمه مقتنع به او لا؟ وش قد نسبه القناعه؟ ثق بالله لو ما مقتنع بي ما اقدم ولا فيديو ومقتنع بي مليون بالمئة مليون بالمئة مليون بالمئة وجوز اكثر بعد مستقبلا ايش راح نشوف احمد؟ بحيل الله بالتمثيل لان كلش انا احب هاي اغلب الناس يقولون التمثيل شنو موضوع التمثيل؟ التمثيل حلو والله هوايه ترى هو لا مشاهير السوشيال ميديا بصوره عامه يحبون التمثيل خب من البدايه ليش ما دخل التمثيل؟ يجوز ما لقى الفرصة اللي قدامه، يجوز هي بالانستغرام الشهرة هي اللي راح توصله. اها. للعالم مال التمثيل. اكيد اكيد تمام. اريد اسالك اخر سؤال بهذه الفقرة على ما ننتقل لفقرتنا الثانية. لو افترضنا هناك قارب ياخذك لعالم السعادة الأبدية وهذا القارب يحمل ثلاث أشخاص فقط، منو راح تاخذ وياك؟ جاوبني بكل صراحة. أنا عندي سبع أخوان. ما أعرف أنا أريد ثلاثة. تحياتنا لهم أكيد. تحياتنا لهم.
اخذ الجنه اللي هي امي الله يحفظها لك، واخذ الحياه اللي هي زوجتي، نعم، واخذ روحي اللي هي بنتي. اها والله جيت بيت ثلاثه وانا اسوق واطلع بيهم. اجمل تحيه لهم بعد قلبي فدوى. خلينا ناخذ فاصل ننتقل فقرتنا حبيبي مسلم. حبيبتي المشاهدين فاصل قصير راجع لكم، ظلوا ويانا يعني. حبيبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة ضع التعليق المناسب مع الحبيب والجميل أحمد البتشار. مساء الخير مرة ثانية حبيبي مسلم. مساء النور في دورك. شلونك؟ والله بخير. شو خايف من فقرة الصور؟ تخوفتي. تمام. خلينا نشوف زميل المخرج شنو محضر لنا أول شيء. الأقرب ذولي ملح الانستغرام أموت عليهم. أها أموت عليهم، شايلين قلب ابيض ونظيف ثلاثتهم يجننون يجننون امانه. انا كل شيء احبهم اخواتنا واصدقائنا اكيد. ليث الراشد وسجاد سلمان. ليث الراشد سجاد سلمان ترافولتي تحياتنا لهم، قدم لهم كلمه الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله اشوفهم نجوم ان شاء الله، وهم نجوم ايضا يعني ان شاء الله نشوفهم بعد انجم باعلى المراتب يا رب نشوفهم. خلينا نشوف زميل المخرج شنو محضر لنا بعد. بنين الموسوي. بنين الموسوي نعم. شوف انا ما لي علاقه يعني بشخصيتها ولا بمادياتها، هسه خاف يقولون يحكي عليها هاي، بس اكو يعني شهره بصوره صحيحه واكو نعم. شهره بصوره مو صحيحه. انا اشوف شهرتها بصوره مو صحيحه. شنو اللي مقدمته هي حتى يعني بنين الموسوي؟ مقدمته فطره على شنو فطره؟ هاي شنو الفطره؟ أنا مو ضد كلامك، لكن احنا نشوف احنا اليوم اكبر فيروس بالعالم هو التنمر. انا مو تنمر، ما جاي اتنمر، قلت لك لا شخصيتها ولا بالماديه ولا لي علاقه. سلبني ممثله، انا جاي احكي على شهرتها. ممثله؟ شفت انت شخصيا منعجب بالشهره مالتها؟ انت انا مو من حقك تسالني التقديم يعني، تعرف ليش؟ لانه انا بدور اليوم اسالك. صحيح انا وياك، انا وياك. نعم. بس انا وانا من نشرت استفتاء قلت احمد راح يكون ضيفي. الظاهر انت حاكي موضوع كذا، هاي دزوا لها الصوره قالوا طلع لها اياها. شنو السبب؟ انا ما عندي علاقه بيها ولا نعم. شيء، بس قلت لك يعني انا ما اشوف شهرتها مستوجبه ولا اشوف اللي قدمته شيء صحيح. تمام. تحياتنا البنين، يا رب ان شاء الله يتعدل من محتواها ونشوفها ان شاء الله. شوفها بعلى المراتب اكيد. احنا ضد موضوع التنمر، لا جاي احكي عليها ولا شيء يعني، انا ولا جاي احكي على شخصيتها. نعم. قلت لك مجرد يعني ما اشوف شهرتها صحيحه. اها يعني الشخص اهم شيء شخصيته بين العالم يعني. انا شنو نعم. شنو الفائده من انا مشهور ويم العالم مقدم شيء مو حلو؟ صح لا مو صح؟ تحياتنا البنين، اكيد ان شاء الله نشوفها باعلى المراتب يا رب. خلينا نشوف بعد زميل المخرج شنو محضر لنا صوره. الله الك احلى صوره الك. اقول لهم شغله واحده؟ اي اقول لهم بس مغزره العشره بيك، الملح زايد خير. أه. خسرت بكل شيء بس بصحبتك راوح. الله ترى فش لما نحط لك ملح فوق الزاد، ما ينحط ملح للصاحب المالح. الله بس هيك اقول لهم. الله بس هيك اقول لهم. هاي كفيت وفيت بس هيك اقول لهم. تمام. تحياتنا. ما اقول لك شيء. تحياتنا لهم اكيد. خلينا نشوف زميل المخرج. اصدقاء الطفولة. اها انا اعرف باي التفاصيل الناس هم تعرف، بس انت قلت خلينا نقرا لهم اختصر الموضوع. تمام. خلينا نشوف بعد شنو محضر لنا زميل المخرج. انا قاعد اجرح. حسوني. حساني. حساني انا يعني بادي قبل لا اشوف حساني. نعم. يعني بدايتي وحلو يعني جاي اكو صعود وجاي اصعد. حساني شافني بالمول صور وياي. نعم. صور وياي قال لي ليش ما تجولي ليش ما تسلم ما شنو؟ قلت له صار اليوم منا ورايح اظل اسال عليك. انا صراحه حبيت الولد اول ما شفته. نعم. اجى من صوري انا بالمول فاتح بث بالليل صعدته لقيته هو، ظلت اصعده وياي يعني مره مرتين بالبيت. فثالث يوم اجت ببالي فكره اللي هي المقطع اللي وصل مالت الجدر. نعم. اجت ببالي فكره، قلت له عندي فكره سويها وياي، قال لي ما يخالف. بدينا على حب الله. اوكي. والله لا نفكر بشيء ولا نفكر انه راح نطول انا وياه بعلاقتنا يعني ونظل نسوي للعالم نقدم شيء. نعم. انا سويت الفيديو انفجر الفيديو. وصل وصل. نعم.
من وراها ظلينا نصور ونطلع وهاي. سافرت التركية رجعت حساني خابرته قلت له حساني عندي فيديو خلنا نصوره. قال لي انا تعاقدت بعد ما صور وياك. اوف وي من متعاقد؟ قال لي تعاقدت في قناة المربد. زين هم عندي اصدقاء انا عندهم. خابرت قالوا لي كذب ماكو عقد. قصدك اذاعة المربد؟ ايه نعم. ما متعاقد ولا شيء. كان خابرته قال لي لا متعاقد ما ادري شنو. قلت له انت اذا ما تدري صار براحتك. هو هم طلع بلقاء يقول حكي علي وما ادري شنو. انا صراحه اتمنى الولد يرجع يعني مثل ما كان. اتمنى اصور وياه لان انا احبه وحبتنا العالم. نعم. العالم اذا حبت مجموعه يجوز واحد منهم يطلع ياثر على المجموعه بالضبط اكيد. فهو من طلع يعني انا من ناحيتي ضجت حتى وقفت يعني التصوير وهاي. واحد من مجموعتنا راح فعلا. ايه بعد هو ظل يلعب بعقله وما ادري شنو. ومع انه هو الولد ترى فقير فعلا. هو الولد فقير وما بنيته شيء. انا ادري هو يحبني يحبني وانا احبه. بس اكو عالم تتدخل بالموضوع اللي هي جاي تخرب. تمام. تحياتنا الحساني. تحياتنا لك كلمه اخيره. ان شاء الله اشوفه نجم ان شاء الله يستحق. بس حلوه المجموعه اكيد. بس ايش اقول له حلوه أكيد. المجموعه والعالم أكيد. تحب يشوفنا سوا. حلوه العالم تحب يشوفنا سوا. احنا من طلعنا العالم العالم تحبنا سوا. نعم ما صح. تحبك بوحدك لو تحبني بوحدي. حتى لو صار مشاكل سوء تفاهم يصحح ينحل ان شاء هو الله. ما صحح. لا اكو عالم اجت طبت بيها اللي خربته. وسع خليني ان شاء الله كلمة. ان شاء الله ترجعون اقوى بعد ان شاء الله. قلت لك انا احبه والله ويحبني. بس العالم اللي جاي طب هي جاي تخرب ان شاء الله. تحياتنا. اتمنى له كل التوفيق. اتمنى له ايضا انا كل التوفيق. تحياتنا الحساني. خلينا نشوف زميل المخرج شنو محضر لنا بعد. اجيب لك بس الصور الحلوه. الله احلى شيء بحياتي. الله احلى شيء صار بحياتي كلها. انا مستعد حياتي كلها بصفحه اللي عشتها وهاي بصفحه ثانيه. حلو. هاي بنيتي احلى شيء قلت لك الله انطاناها. هاي النعمه. شنو اسمها؟ شمس. شمس الله يحفظها. وما طالع يعني يعني الصوره من جدك يعني من جمعت اللي جوا وياك ربيني. لا لان الصوره ما ناشر. انا ما ناشر صوره. انا ما ناشر صوره ابد. هاي على مو شنو طلعناها على مود من تكبر. تذكرها قول لها شوفي طلعت بالتلفزيون طلعت لك صورتي طلعتها. تمام. يا ربي ان شاء الله يحفظها لك وشوفها باعلى المراتب. تدوى روح لك. تمام. خلينا نشوف زميل المخرج يقول الصوره الاخيره عندنا. الصوره الاخيره انستغرام يوتيوب تيك توك. نعم. شو عددك بالتيك توك؟ نص مليون. يوتيوب هم نص مليون. انستغرام فوق النص مليون. ها انصاصه متعادلات. تمام. اليوم لو حذفت برنامج شنو راح تحذف؟ يعني شلون احذف برنامج؟ يعني تيك توك ناس متابعتني اكيد تحبني. باليوتيوب هم اكيد. افتراضي انا بطل وما امسحن. مشكلتك لازم انا اعتزل وما امسح. يعني تعتزل تمسحن كلهم؟ اي مستعد يعني انهي كل شيء وما امسح واحد. لان اكيد كل برنامج متابعني بيه شخص يحبني. بس هو ما يصير هاي الفقره يعني افتراضيه. اقول لك شيء انا واحد مين يعطيني فولو لو يتابعني ببرنامج يعني هذا عاجبه محتوي ويحبني. اها انا اروح اشيله من يمي ليش؟ يعني ما راح تمسح البرنامج؟ مستحيل ابطل وما امسح واحد منهم. راح اوقعها لك تدري الخاطر من؟ أيه. خاطر جيتك من البصل اللي جاي. تمام. خذنا البصل وننتقل لفقره الدومنا واكيد راح اغلبك. ما تقدر. ها تمام. احبتي المشاهدين فاصل قصير راجع لكم ضلوا يعني. احبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقره دومنا مع احمد البتشاري. متراهن اغلبك لو لا قبل كل شيء؟ وخاف اغلبك. نشوف. يلا اسحب. مبين غلطتك على هاي الدومنة اللي جتنا اكيد غلطت. يلا دوش. ايش نزل عدي هذا دوش. شوف قلت لك شيء. اقول لك شيء. ايه حلو. بدايتها سحبت. بدي اسالك سؤال بما انه سحبت. من انسحب من حياتك؟ اصدقاء هواي. هواي انسحبوا. شنو السبب؟ بيك بيهم؟ انا خاف اقول لك بيهم وتقول لي شو هم كلهم بيهم يعني غلطانين وانت صحيح. فانا مستحيل اغلط ويا بشر. مستحيل يعني لا تربيتي ولا
انت من انسحبت؟ انا انسحبت من هم عالم هواي. ليش؟ يجوز مو مكان الصحيح يا مام. اها تمام والله جواب قنعني يعني. هاي شيش بيش شيش بيش هذا شيش بدو دو. لو قلت لك احذف لي شغلتين بحياتك كارههم كل شيء راح تحذف؟ شغلتين احذفهم بحياتي احذف مرض. طبعا والدي بمريض اول شيء هذا شيله من الحياه الله يشافيه هالمرض. واحذف النفاق اللي اذانا يم العالم يعني نفاق صاير ماكو. جاي احب اجوبتك ادوار وحدي. هذيك سؤال خلنا نلعب في المجال. اسالك بما انه نقطه سوداء، شنو النقطه السوداء بحياتك؟ النقطه السوداء نعم تعرفت على هواي عالم مو زينه. انت شو اليوم قضيت هاي بس اي عالم. اي انا هواي يعني اختلط بعالم وكلش تاذيت كلش تاذيت واتندم وارجع على نفس الغلط. اوف ما عندك قلب. ما عندي قلب ارجع على نفس الغلط. تمام العام انطيك شيش. شيش شوف انا راح اصير حباب وياك اسوي شيش يعني مو بنجين. هم قاعدك مو؟ اللي قاعدني كل اللي قاعد شيش يعني. شاشي انا راح اسحب مره ثانيه وبنجين انت تسحب. لا هاي بنجين. ها بعد مشكلتك انا سويت شاشي هذا الشاش تمام. بما انه بياض شنو البياض اللي بحياتك؟ زوجتي. هي حبيبتي اول مره راح اتجوز. انا كلش احبها احبها وافتخر بها قدام العالم والدنيا كلها. الله يحفظها هي البياض اللي بحياتي. الله يحفظها لك يا رب. هي وشموسي اسعد اثنين بالدنيا فدور اسعد ثلاثه بالدنيا يا بعد قلبي. تمام هذا سي 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 لعبتي سي لعبتك. جهار هذا بنج بنج اطقه بليك. هذا حبيك ارجع لك بياض بياض اسحب واني. تمام هذا سيء بس خل اسالك سؤال. ايه تعدد لي ثلاث شغلات تمام تحبهم بالحياه. احب السفر. نعم الراحه الاطمئنانيه يعني الراحه النفسيه. واحب بعد شنو بالله هسه اذا اقول لك تضحك على هاي الفقره فما اريد اقول لك اياها. شنو؟ لا ما اريد اقول لك. تمام ما قاعد ما قاعد عليك العب. ننطيك بعد دو. هذا الدوسي بيدي واحد بيدك واحد. شوف بسرعة خلصت بعد رحمة. دوباره اسحب. مبين راح تغلطني عفوا. اسحب هذا بياض. نقدر نقول دومانت. اها حلو تمام. بما انه دومانت من دومن عليك بالدنيا وغلبك؟ دومن علي بالدنيا؟ انا اللي دومن علي الدنيا اللي دومن علي يعني ماخذها بطيبتي استغل طيبتي ودومن. ايه اكو اشخاص دومنوا عليك بالدنيا؟ لا ما اعتقد احد دومن علي حتى لا دومن علي العب وياه جيم ثاني وادومن عليه. اها حبيت الجواب. زين انت على من دومنت؟ انا دومنت على دومنت على هواي هواي عالم يعني كلش هواي. صدق؟ والله تقدر تقول حتى بهم عشيره. اوف ايه وانا اعتقد يفتهموا. والله بطل تمام. شنو رايك بهاي الفقره؟ كلش حلو استمتعت فيها وياك. لا جد والله بس غلبتك وتحط علي انا متابع برنامجك ولا واحد غلبك. بعد غلبتك. انا غلبتك. لا هاي غلبونا امانه يعني حتى ما نبخس حقهم. عذرا من فقره كرسي الاعتراف. اغلب الضيوف ما حبوها زين فاحتراما للضيوف انه الضيف من بدايه حاب كرسي الاعتراف حاب ما حاب لا اللي حكينا كافي. والله تمام تحياتي خلاص خلينا اعترف على غير شاء الله. امانه نورتني وشرفتني شكرا لك حبيبي مسلم حجم البصره. حبيبي مسلم طبعا انا اشكرك واشكر الكادر هذا الطيب واشكر قناه سامراء الفضائي فدوى امرك الله يسلمك فدوى قلبك وانا اليوم صدق تونست وياكم يا بعد قلبي منورني وشرفتني كنت ضيف خفيف ظل علي امانه فدوى روح لك حبيبي مسلم بعد قلبك حبيبي مسلم. اما بالختام تقبلوا تحياتي كان في الاعداد والتقديم مسلم الرويع حتى التقيكم في حلقه قادمه كونوا في امان الله.